تنضم إلينا من الرباط مراسلة الغد فدوى المرابطي وإكرام الأزرق. أبدأ معك فدوى، صفي لنا لحظات الوصول إلى مطار الرباط حتى استقلال الحافلة. نعم، بداية على مدى يومين انتظر المغاربة هذه اللحظة، لحظة عودة منتخب أسود الأطلس من قطر بعد الإنجاز التاريخي وغير المسبوق بالوصول إلى المربع الذهبي، الوصول إلى النصف النهائي، وبعد الأداء الأكثر من رائع الذي قدموه في قطر، وبعد يعني مجهودات كبيرة لأعضاء منتخب المغرب من أجل إسعاد الملايين من المغاربة. اليوم وفي تمام الساعة 5 بتوقيت الرباط وصلت طائرة أسود الأطلس إلى مطار الرباط صلاة، ووجدت في استقبالها المئات من الجماهير المغربية والعربية، خاصة من الجاليات التي تقطن بمدينة الرباط من أجل شكرها وتوجيه تحية عرفان وامتنان على اللحظات الجميلة، اللحظات الماتعة التي عاشوها رفقة أسود الأطلس منذ بداية المونديال إلى آخر فعالياته. أجواء حماسية، أجواء رائعة ما تزال مستمرة إلى حدود هذه اللحظة في شوارع الرباط. الكل اقتنص هذه الفرصة التاريخية من أجل الخروج إلى الشارع وتوجيه التحية إلى اللاعبين، وحتى بعد مرورهم من عبر شوارع مدينة الرباط ودخولهم إلى القصر الملكي من أجل التواجد في الاستقبال الذي سيخصصه الملك محمد السادس للبعثة، مرفوقين بعائلاتهم بذويهم وأيضا ببعض أعضاء الجامعة الملكية لكرة القدم والفريق الطبي والتقني الذي تواجد معيتهم بقطر. الكثيرون منهم فضلوا البقاء خاصة هنا في شارع محمد الخامس من أجل الاحتفال، كل على طريقته، بالهتافات، بالأهازيج، بالأغاني وغيرها. سمعنا كثيرا ترديد العديد من العبارات التي ستظل راسخة في ذاكرة الكرة الرياضية المغربية، والتي زادت من حماسة متابعة مقابلات المونديال. الكل هنا، أيضا لاحظنا رفع أعلام عديد من الدول العربية يعني كوسيلة أو كطريقة لتعبير المغاربة عن شكرهم وامتنانهم لمساندة جماهير كل الدول العربية والإفريقية لأسود الأطلس. وتابعنا الكم الهائل من الحب الذي بعثته هذه الدول، كانت بعيدة جغرافيا عن المغرب لكنها كانت قريبة من نبض الشارع المغربي، كانت فرحة مثل فرحته. فدوى، في بلاغ للديوان الملكي الذي كان يوم ما هو أمس النداء، تمت الإشارة إلى أن الاستقبال سيكون كبيرا، وتمت وأعطيت التعليمات من مستوى رفيع بأن يكون الاستقبال، أن يليق الاستقبال بمقام الإنجازات الغير المسبوقة. شاهدنا فرحة الملايين من المغاربة وهم يحيون نجوم الأطلس الذين مروا في شوارع العاصمة المغربية الرباط في حافلة مكشوفة، وهم يرونهم عن قرب بعد أن كانوا يعاينونهم أو يرونهم عبر شاشة التلفاز وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، و يتتبعون كل خطواتهم، كل تفاعلاتهم، ويتتبعون أداءهم دون أن يفوتوا فرصة الحضور لأي مقابلة. المنتخب المغربي وصل في بداية المونديال وكان آخر الوفود التي تغادر قطر، لعب 7 مقابلات، أمتع في كل المقابلات التي قام بها، تعادل أمام كرواتيا، سنواصل متابعة هذه التحركات ونذهب إلى إكرام الأزرق. إكرام، كنت أسأل فدوى عن النداء الأشهر الذي كان يتغنى به الجماهير المغربية، وماذا عن نداءات اليوم؟ تفضلي. نعم،
الجماهير المغربية التي كانت حاضرة هنا. يعني هذا الاستقبال يعني كان مهيبا، يا له من استقبال ويا لها من ليلة. يوم 20 دجنبر هو سيسجل ضمن الأيام التاريخية يوم تاريخي الاحتفال واستقبال الفريق الوطني المغربي. الهتافات هنا كنا نسمعها كما كنا نسمعها داخل الملاعب والمدرجات ملاعب الدوحة. يعني يمكن القول بأن هناك الجماهير الغفيرة الكبيرة يعني كانت على أشدها، يعني إحساسها بالفرح والسرور أن ترى لاعبيها يعني وجها لوجه يعني ولو للحظات. الجماهير تابعت الفريق الوطني منذ خروجه من مطار الدوحة في اتجاه مطار الرباط سلكا. كان هناك أكثر من 30,000 متابع لهذه الرحلة الجوية، ومنذ وصوله إلى مطار الرباط سلا كانت القلوب تخفق وانتظارا لرؤية الفريق الوطني. يعني الهتافات كانت يعني كما هي، وربما كنا نسمع أصوات صاخبة وهتافات، ربما مدينة الرباط اهتزت لهذه الهتافات. على مسافة تقريبا 15 كيلومتر من مطار الرباط إلى القصر الملكي كانت شوارع كلها ممتلئة، وكانت هناك إجراءات أمنية مشددة منذ انطلاق الحافلة المكشوفة التي تحمل الفريق الوطني وصولا إلى القصر الملكي. لاحظنا ألعاب نهرية، لاحظنا شهب نارية، لاحظنا هتافات فرق فولكلورية، الكل كان يهتف باسم وليد الرقراقي، الكل كان يهتف بالشعارات التي أخذت طابعا عالميا. الكل في العالم يردد ويسأل ما معنى سير وسير وسير وديما مغرب وراس لافوكا. فهناك العديد من العبارات والشعارات يعني انتقلت إلى الشعوب الأخرى. نعم. يعني فيها رموز، فيها دلائل وفيها رسائل. المنتخب وما معناها إنجازا تاريخيا غير مسبوق. سير بمعنى انطلق نحو المرمى، ديما المغرب وهذه البداية ومازال، بمعنى أنه لن نتوقف عند أي نجاح، لكن هناك مسيرة يعني تنتظرنا، لازم يعني نتعود أو نستمر في هذا النجاح. هي ديما يعني هذه البداية مازال يعني راس لافوكا، وكما يعني حتى وليد الرقراقي يحب أن يلقب نفسه بهذا الاسم.